برحب بيكم مشاهدينا في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم. يوم جديد وحلقة جديدة وبرنامج لايف كلينيك. في برنامجنا دايما بنتكلم عن كل ما يهم الأسرة المصرية والمجتمع المصري، وبنحاول نلاقي أفضل الحلول من المشاكل الطبية والصحية والنفسية. في فقرتنا الثانية النهاردة هنتكلم عن اضطرابات اللغة عند الأطفال، إيه هي أسبابها، وهل العلاقة النفسية لها علاقة باضطرابات اللغة عند الأطفال؟ ده هنعرفه من الدكتورة الأستاذة اللي هتكون مشرفانا في الاستوديو، أستاذة منى جمعة، أخصائي تأهيل والتخاطب. أما فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن خشونة المفاصل، إيه هي خشونة المفاصل، إيه هي أسبابها، وإيه هي علاقة الأغذية بخشونة المفاصل؟ هل في أغذية بتزود خشونة المفاصل؟ هل في أغذية ممكن تقلل من خشونة المفاصل؟ ده هنعرفه من الدكتورة اللي مشرفانا في الاستوديو، دكتور هبة عصام، أخصائي العلاج الطبيعي والسمنة جامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور، شرفتينا. طبعا الخشونة عموما يا دكتور، مصريين كتير جدا بيشتكوا من الخشونة عموما. خلينا في البداية نعرف إيه هي الخشونة. الخشونة عامة هي مرض طبعا شائع جدا في المجتمع، وبنسمع دايما مفيش بيت او عائلة بتخلو من التهاب او خشونة المفاصل. هي ببساطة شديدة ان احنا عندنا طبعا المفاصل دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها انها بتسهل لنا حركة الجسم. يعني دلوقتي مثلا من اهم المفاصل عندنا او اكثرها شيوعا في مرض الخشونة هي الركبة، يليها على طول الفقرات. دايما نسمع حد يقول لي انا عندي خشونة في رقبتي او ظهري او كده. بس ليه اكتر المناطق دي فعلا، يا خشونة الركبة يا الرقبة يا الظهر عموما؟ سؤال جميل. هو الركبة عامة شايلة جزء كبير جدا من وزن الجسم، كل يعني نسبة كبيرة جدا من وزن الجسم كله بيقع على الركبة، وهي كمان مفصل مهم جدا في الحركة. وللأسف احنا كشعب مصري مش عندنا خالص ثقافة ان احنا ازاي نحافظ على المفاصل بتاعتنا، او ازاي ان احنا نحافظ على صحتنا عامة. فهي من اكثر المفاصل فعلا، او اول مفصل غالبا بيجي عند الناس كلها اللي بيحصل فيه خشونة. فده برضو مفصل كمان محوري، يعني احنا دلوقتي عشان نمشي يعني ده اهم حاجة عندنا في المشي وفي الحركة وفي السلالم وفي كل حاجة، هو مفصل الركبة، وبنستعمله كتير وبنستعمله غلط. يعني كمان احنا مجرد بس ان احنا كمان بنسيء استعمال هذا المفصل، او مش بنحميه كويس، او مش بنعمله الوقايه المهمه ان احنا ازاي نحميه من الخشونه، بيسبب لنا طبعا كل المضاعفات اللي هي اللي بتحصل لنا. طب ايه هي الاسباب اللي بتؤدي، حضرتك قلت ان هي للاسف احنا ما عندناش ثقافه ان احنا نحافظ على يعني جسمنا عموما وصحتنا عموما، وخاصه في انتشار الاغذيه غير المفيده زي الجانك فود، الاغذيه او الوجبات السريعه، ازاي نحافظ على مفاصل الجسم عموما وبالتالي لا نتعرض للخشونه؟ عامة احنا عندنا ان المفاصل هي عبارة عن طبعا التقاء عظمتين مع بعض. مين بقى المحيط بالمفاصل اللي بيحميها؟ هي العضلات. عندنا طبعا العضلات والاعصاب، كل دي حاجات مهمه جدا هي اللي بتحمي المفصل. يعني دلوقتي احنا عندنا زي مثلا ما يكون عندي حاجه عايزه اديها دعامات، لو عندي مثلا خشبه عايزه اخليها تبقى واقفه في مكانها، بدعمها من الجناب عشان تبقى واقفه في مكانها كويس. فدلوقتي عندي اهم حاجه بتحمي المفصل هو صحه العضلات المحيطه بالمفصل. لو احنا اهتمينا ان احنا دايما العضلات بتاعتنا قويه مش ضعيفه، وضعها صحيح مش بنخليها تقصر. يعني لو تقصر قصر في العضلات زي مثلا في تأتيب الظهر، ما احنا بنخلي العضلات تقصر. فلما عضلاتها تقصر على الظهر مثلا، في ناس بيجي لها التهابات وخشونه في الرقبه او في الظهر. ليه؟ لان احنا دايما بنخلي العضلات المحيطه اللي هي بتحملنا المفصل دي معرضه لاي حاجه بقى ممكن غلط تحصل لها، ممكن يحصل لها سبازم، ممكن يحصل لها تقلص، سواء ممكن نعمل حركات غلط للمفصل، قاعده غلط كتير بالظبط. يعني في سلوكيات خاطئه ممكن تؤدي للمشاكل دي. بس ايه هي السلوكيات يا دكتور الخاطئه؟ حضرتك قلتي من ضمنها ان الواحد يقعد مقتب على طول او مش بيفرد ظهره، هل في اي اسباب طبعاً اخرى؟ في هناخد من اولها كده مثلا من الرقبه. لو مثلا حد دايما بيبقى ماسك التليفون بطريقه غلط، في ناس تحط تليفون وبين رقبتها بين ودنها، فطبعا الوضع ده انا ضغط على الفقره غلط. يعني الفقره المفروض وضعها الطبيعي وضعها قائم، لما ببقى عاملاها مضغوطه في اعصاب طالعه من الفقرات دي، فالاعصاب دي بتضغط عليها وبتخلي كمان ان الاسطح العظميه بتاعه الفقره يحصل فيها تاكل ويحصل فيها التهاب، لان هي مش ده الطبيعي بتاعها، بخليها مجهده على طول، وبخلي العضلات اللي حواليها بيحصل لها حاجه اسمها جاردنج ماسل سبازم. جاردنج يعني زي ما يكون بيحمي، يعني عشان العضله تحمي المفصل ده ما يحصلش فيه التهاب او خشونه، بيحصل لها السبازم ده او التقلص ده. والتقلص ده بيبقى مؤلم جدا. يعني اكتر حاجه بتجي لي من العيانين دول الشكوى، الالم طبعا نمبر 1. نمبر 2 بلاقي ان عندها الفقر العضله نفسها شاده جدا ومتقلصه جدا، وبيحصل فيها كمان ممكن زي اماكن كده بيسموها زي كلاكيع في العضله من كتر ما هي اهملت وما اتعالجتش، بتبقى مؤلمه جدا. ولو بتقصر العضله بعد كده في الاخر، ولما الاقي العضله اسرت ده بيدخلني برده في حاجات تانية، بيدخلني ان انا بعمل خلل في الميكانيكيه بتاعه المفصل كله، خلل في الرقبه كلها، بخلي الالام بتزيد. يعني دايما هي
دايره مغلقه، هنخش دايره مغلقه، الم وقله حركه وضعف في العضلات. بس هي العضلات اللي بتقصر يا دكتور هي اكتر حاجه، هي فقرات يعني من بدايه من الرقبه لغايه فقرات الظهر، هي دي الاكتر عرضه ان هي تقصر بالظبط، ولا في عضل يعني اماكن اخرى ممكن؟ لا طبعا الركبه، احنا قلنا الوقت هي الركبه اهم. طبعا بتقصر برضه. بنلاقي دايما العضله اللي هي الخلفيه، عضله الهامسترينج موسل دي بيحصل فيها قصر، هنلاقيها دايما عند الناس اللي هم مش بيهتموا بالرياضه طبعا، مش بيهتموا ان هم ازاي يعملوا الحاجات بيقوي بيها العضلات بتاعتهم، هنلاقيه بتحصل قصر. حتى في من العلاج بتاعنا احنا بنحاول ان احنا بنرجع العضلات دي لوضعها الطبيعي، بنقويها، ده مهم جدا، وبنخلي العضلات اللي هي فيها قصر دي بنحاول برضو نعمل لها زي ستريتشنج او حاجه بتقللها. مهم برضو جدا عندنا يعني ممكن ترجع لطولها الطبيعي الى حد ما، الى حد ما. بس طبعا هو لو دخلنا في مرحله قصر شديد، وبيحصل برضو من نتيجه الكعب العالي، الكعب العالي بيعمل قصر في العضلات جدا، مشاكل كتير بتاعت الرجل. فلاقي دايما البنت اللي هي تلبس كعب عالي دي تيجي تلبس الفلات تتعب، يعني هي متعوده ان عضلاتها قصرت، لما تيجي تلبس الكعب الفلات هلاقي ان العضلات اللي قصرت دي هتبقى تعباها، لان هو مش وضعها اللي واخده عليه، يعني هي دلوقتي بقينا واخدين على وضعها، لما هاجي افردها شويه اكتر من وضعها الطبيعي هتحصل لها وجع، يعني هي مش متعوده ان هي دايما رجليها في وضع صحيح. فمهم جدا طبعا الوقايه خير من العلاج، ان انا اخلي دايما انا عندي في دماغي الثقافه الصح ان انا احافظ على جسمي كله، مفاصلي كلها، عضلاتي، على كل حاجه، يعني طول ما احنا دايما بنهتم بالوعي الصحي بتاعنا والثقافه بتاعتنا هنحمي جدا مفاصلنا وعضلاتنا وجسمنا كله من اي اصابه. ده بيجي يا دكتور، حضرتك قلت ان هي بنهتم بالرياضه، حتى ابسط الرياضه ممكن المشي، يعني اهم حاجه المشي. المشي ده كمان حتى المرضى اللي بيجوا هشومه ركبه اهم حاجه واهم حاجات في العلاج عندي المشي، بقول لهم يمشي، بس طبعا في المراحل اللي هي الالم الاكيوت، الالم الحاد، يعني اول ما بيجي لي مثلا العيانه عنده هشومه ركبه بصفه كبيره او بصفه مؤلمه جدا، بخليه اول حاجه ان هو لا يعني يرتاح شويه الاول، ناخد فتره راحه لحد ما الالتهاب ده يقل شويه، بعد ما الالتهاب هيقل هنبدا بقى نمشي ونقوي العضلات ونعمل لها اللي هي الاسترتشنج ونخليها نرجع لوضعها الطبيعي، وبرده بنعمل بوسائل العلاج الطبيعي وسائل تقليل الالم، وده مهم جدا. ده هنتكلم عنه بالتفصيل، بس يا دكتور قبل ما دايما قبل ما نلجا للعلاج الطبيعي لازم نتخلص من الالتهاب بدايه، وبالتالي نلجا للعلاج الطبيعي. لا ما هو العلاج الطبيعي كمان في وسائل بتقلل الالتهاب بالظبط. وبرده من الحاجات المهمه جدا جدا الوزن الزائد او السمنه، السمنه ده مرض بحد ذاته طبعا. لما حد عنده سمنه بنخلي كل الحمل على كل المفاصل بتاعته، بتبقى فعلا المفاصل دي يعني بديها اوفر لود، بديها حمل زياده طبعا، فهي طبعا المفصل بيشتكي. انا بقول حتى اكسبريشن حلو قوي، المفصل بيصوت فبيدي ده ان فورم اوف بين، اي انذار في الجسم ده بيدي انذار ان في مشكله في الجسم. وعلى فكره برضو الناس اللي بتاخد مسكنات بس فاكره ان ده علاجها، ده غلط جدا بقى. ليه؟ يعني دلوقتي انا واحد عنده التهاب، الالتهاب ده احنا عايزين نوقفه، يعني نخليه يقف في مكانه ما يزيدش، هو الالتهاب عامه مش هيروح، هو هيفضل موجود بس احنا مش عايزينه يزيد، يعني ده العلاج بتاعنا. احنا مش هنقول للعيان انا هخلي الالتهاب بتاعك يروح خالص، مش هيبقى عندك التهاب. في حالات اللي هي مثلا حالات بسيطه ممكن الالتهاب في الاول لو اتلحق بيروح خالص. لو بقى دخل في مرحله ان هو وصل للغضاريف وبدا يحصل تاكل وبتورم الركبه عندي او بيورم المفصل الموجود ده، خلاص وصل لمرحله متقدمه من الالتهاب والخشونه، ساعتها احنا بنوقف الالتهاب. بس هو عامه يعني ما فيش حاجه هتخليه يروح 100%، بس بيقل كتير جدا وبيتحسن جدا جدا، ومهم ان احنا نوقفه، لان احنا لو سبناه ممكن لا قدر الله نخش ان احنا نعمل تغيير مفصل، فليه اخلي حد دي في الحالات المتقدمه فعلا، في الحالات طبعًا. اللي هي الشديده جدا السيفير بنخلي العيان بيخش يعمل تغيير مفصل، واحيانا بيبقى ده الحل الوحيد ليهم، لان هو بيبقى خلاص المفصل كله تاكل، ما فيش فيه اي امل ان هو يقدر يمشي فيه تاني كويس او يقدر يتعايش معاه خالص. فالعلاج الطبيعي مهم جدا، التوعيه بتاعتنا ان احنا نخليه من البدايه، اول ما العيان يحس باي مشكله سواء في الفقرات او في اي مفصل في الجسم في خشونه، مهم جدا العلاج الطبيعي. طب دي نقطه مهمه جدا يا دكتور، يعني العلاج الطبيعي امتى بيبقى مفيد؟ يعني في اي مرحله من الخشونه؟ في كل المراحل، في كل المراحل، بداية من الوقاية. حتى لو في يعني لو قلنا الاعراض بتاعه الخشونه بتبقى اعراضها ايه في الاول؟ هل بتبقى التهابات وبعد كده بتتحول لخشونه، ولا العكس؟ يعني ايه هي اعراض الخشونه؟ هي عامه ممكن حد بيفضل ركبته يحصل فيها التهاب وهو مش واخد باله، بيبدا الالم يظهر بعدين، يعني في حالات مثلا الالتهابات عندنا بدايه الالتهاب بعد كده الالم، ممكن مثلا يقعد سنين او في الرقبه مثلا عنده بدايه خشونه او بدايه التهابات في الرقبه، ممكن نلاقي في الاشعه بالصدفه، يعني ممكن في مثلا عيانين بنلاقي بالصدفه في الاشعه في بدايه خشونه وبنلاقي الغضاريف بدات تقرب من بعض او اسطح المفصل بتقرب من بعض وهو مش واخد باله. الالم بيظهر امتى؟ بيظهر في مرحله متقدمه شويه، يعني بيبدا الالم بقى يظهر، بس ممكن تبقى الخشونه شغاله نتيجه عوامل وراثيه ونتيجه الوزن الزايد، فيها عوامل كتيره جدا بتاثر معايا، نتيجه حركه غلط عملناها او بسلوكيات خاطئه، هي حركه غلط باستمرار، يعني دلوقتي وضع خاطئ، يعني حد خلاص حصل له ديفورمتي، يعني حتى بنلاقي مثلا في الرقبه او اللي عنده كيفوزس اللي عنده القتب ده بيبقى اكثر عرضه ان يجي له خشونه في الرقبه وفي اسفل الظهر،
اللي عنده مثلا في الركبه نفسها دايما بلاقي في ناس عندها في الركبه حاجه اسمها مرض كده بيخلي العظم بتاع الركبه مش بارل تو اتش اذر، بيخليه مثلا مش متوازن في يعني حاجه نسميها ان الركبه بتاعته واخده شكل مثلا مش طبيعي، واخده شكل منحني شويه. دي بتتعالج ممكن بجراحه، لان ده بيبقى عظم سبحان الله يعني ممكن يبقى ربنا خلق كده، خلق الانسان ده عنده عيب خلقي في العظام بيخلي ان الركب مش في الوضع الطبيعي بتاعها، انها مش مستقيمه او مش واخده الزاويه الحقيقيه بتاعتها، الزاويه بتاعتها زايده شويه، فده برضه بيخلي في حمل اكتر على الركبه. برضه الناس اللي بتتعرض لمثلا اصابه، يعني لو حد حصل له كسر في الركبه، او مثلا الناس اللي بتلعب رياضه جالها مثلا قطع في الغضروف او اي او قطع في الرباط اللي هو الاي سي ال اللي هو الرباط بتاع اربطه الركبه، برضه ده بيبقى اكثر عرضه للخشونه، لان هو دخلنا باصابه وحصل حاجه ابنورمال في المفصل. فلما بيحصل حاجه ابنورمال في المفصل ده بيخلي يحصل انفلاماتوري بروسس اسرع، يعني دخلني لو ما اتعالجش كويس برضو بيحصل التهاب اكتر، وبيخلي الالتهاب يبدا يعني المفصل مش زي وضعه الطبيعي، هيبقى بيحصل فيه التهابات وحاجات، وبنخاف عليه قوي من الخشونه في الحاله في المرحله. وايه هي درجات الخشونه يا دكتور اللي هي ممكن، هو دايما اي مشكله لما بنكتشفها في البدايه بيكون علاجها اسهل بكتير. ايه هي درجات الخشونه اللي هي ممكن يعني تختفي تماما، وفي ممكن درجات خشونه ان هو المريض هيعيش بيها بس هيلجا بقى مثلا للعلاج الطبيعي، او هيلجا لطرق اخرى عشان يحاول يتخلص من المضاعفات بتاعه الخشونه؟ طبعا هو اول مرض لما بلاقي الالم بسيط، يعني لما بلاقي يعني اول درجه اللي هي الم بيبقى بسيط جدا، ممكن يعني لما مثلا بيتحرك حركه مثلا في رقبته بيحس بوجع، بيحس بألم، يعني اي حركه بتكون مصاحبه لالم، اي حركه مؤلمه في الاول الم بسيط، ده بيبقى اول مرحله عندنا من الخشونه او الالتهابات. طبعا بناكدها بالاشعه وبناكدها بالفحوصات. برده سن المريض مهم قوي، يعني مثلا مش اي مريض مثلا يجي صغير في السن غالبا ده مش هيبقى خشونه، يعني مثلا لو حد بس جاي فعلا الخشونه دلوقتي منتشره في السن الصغير، بدات بس مش صغير قوي، يعني مثلا هو 20 بقولش ده خشونه، بقول ده ممكن لا قدر الله يبقى غضروف، حصل مشكله في الغضروف او العضلات المحيطه وجع، يعني هي اللي مسببه الالم ده على الفقرات. بس الخشونه كخشونه فعليه اللي هي المرض عندنا اللي هو الالتهاب الشديد اللي بيحصل ده بيبدا في التكون، المفروض كان زمان من الاربعينات والخمسينات، دلوقتي بشوف اخر الثلاثينات، موجود من اول او اخر الثلاثينات بلاقي مرض الخشونه ده يبدا دلوقتي ينتشر كتير جدا، خاصه خشونه الركب، وبلاقي كمان خشونه الرقبه وخشونه الظهر نتيجه طبعا بالذات في السيدات، يعني اكثر النسب من الخشونه السيدات اكثر منها في الرجال، لان هي بتخش لعمليات الحمل والولاده وعضلاتها عامه ضعيفه. عندنا دايما المراه المصريه هي بتعمل شغل البيت بتاعها بس تنسى نفسها، بتنسى انها تهتم بجسمها وبصحتها، ما تروحش مثلا تمشي كل يوم نص ساعه، تقولي ما انا بشتغل في البيت، ما انا بعمل حاجات كتير في البيت، خلاص جسمك اتعود على شغل البيت ده، ما تقوليش انا بشتغل في البيت. يعني اهم حاجه ان انا اخلي وقت لصحتي، وقت معين كده يومين او على الاقل 3 مرات في الاسبوع، يوم ويوم انزل اخد هواء، يعني انزل في الهواء الطلق كده، اعمل مشي او اعمل اي رياضه انا بحبها عشان عضلاتي تبقى قويه. يعني كنوع من انواع ان انا بحمي نفسي، وفي نفس الوقت لو عندي اي مشكله بعالجها من البدايه. فمهم جدا جدا عندنا التوعيه دي، مهمه قوي قوي لكل الناس. تاني بقى مرحله لما هلاقي الالم شديد بقى قوي، او ان هو اهمل، يعني احنا دايما عندنا شعار مصري ما بيروحش للدكتور غير لما خلاص يبقى مش قادر يتحرك، وده دي كارثه. يعني عندنا مثلا في المجتمعات الاخرى، في البلاد المتقدمه الاخرى، العيان على فكره عنده وعي صحي عالي جدا، اول ما بيجي له اي الم او اي مشكله بيجري على طول على الدكتور، بيعرف ايه المشكله وبيعالجها في اولها، وعشان كده بنلاقي عندهم الطب دايما متقدم، والعيانين صحتهم احسن وكل حاجه عندهم بتبقى افضل. احنا هنا في مصر للاسف ما عندناش الوعي الصحي ده خالص، وما عندناش الخوف على نفسنا، احنا بنسيب نفسنا عادي، ممكن لو خلاص يفضل بقى الالم مجرد ان احنا بناخد مسكنات نحاول نتخلص من الالم وخلاص. والمسكنات على فكره دي مضره، ممكن تكون مضره اكثر ما هي نافعه ليه، لان احنا قلنا ان الالم ده هو اللي بيدينا انديكيشن ان احنا عندنا دلوقتي في المفصل ده في مشكله، مؤشر عالجها. يعني زي ما يكون مثلا بيديني الارم كده بيقول لي ايه، بيقول لي ان انا عندي مشكله عالجيني، مش سيبيني بقى لحد ما اديني مسكنات، لان المسكنات بتعمل حاجه اسمها ماسكينج، يعني زي ما تكون بتخفي المشكله، فانا مش عايزه اخفي المشكله، ان ممكن انا باخد مسكنات على طول هلاقي الخشونه بتزيد عندي على طول على فكره، والعضلات بتضعف اكتر، ودخلت بقى مرحله متقدمه ان انا اخش في تغيير مفصل للاسف. يعني ده اللي بيحصل من معظم الناس، بيفضلوا ياخدوا مسكنات وادويه بتسكن الالم. انا الالم هو مش مشكلتي، الالم انا مشكلتي اعالج الالتهاب اللي موجود شغال في المفصل ده، لازم اوقفه، السبب لازم احسن، اعالج السبب واعالج العضلات المحيطه بيه، واعالج كل الصحه العامه والتغذيه، زي ما هنقول دلوقتي ان التغذيه كمان ليها دور مهم جدا. وعلى فكره العيان اللي عنده اي الم في المفصل او اي خشونه، الدكتور يعتبر جريمه لو قالوش روح خس، يعني لو العيان ده فعلا وزنه زايد عنده سنه، لازم يتقال ان هو يخس ان شاء الله حتى 5 كيلو من وزنه، حتى لو على فكره هو رفيع، يعني حتى لو حد جسمه كويس بقول له خس برضه، عشان يعني 5 كيلو من الجسم، لا الدراسات انها بتقلل 50 كيلو من تحميل على المفصل، يعني اضعاف مضاعفه من وزن الجسم
الجسم اللي هينقصه ده هيحسن كتير جدا من صحه المفطر وهيقلل حمل كتير عليه. هو كل كيلو زياده يا دكتور بيبقى حمل قد ايه على الركبه يعني أو احنا قلنا ان 5 كيلو حوالي 50 كيلو هي 50% يعني هي في 10 تقريبا. وفي برضو ابحاث تقول اكتر، في ابحاث تقول 15، يعني هي الناس بقى مختلفه شويه، الناس مختلفين فيها. بس هي المهمه عندي ان نعرف بس اهميه ان انقاص الوزن مهم جدا جدا. يعني حتى في ناس تقول طب انا حاسه ان انا كويسه، يعني لا اقول لها برضو معلش عشان صحه المفصل بتاعك خسي شويه كمان عشان نقلل الحمل عليه، بس عشان الالتهاب يقل. يعني دلوقتي انا حد ضغطاه ضغطاه ضغطاه، حتى لو انا يعني خلاص وزني كويس بس حصل فيه التهاب، عشان اقلل الالتهاب ده اخفف الوزن شويه عليه عشان هو اديله فرصه ان هو يحصل له هيلينج، يحصل له ان هو الالتئام بتاعه ويحسن شويه من وظايفه. يعني انا لما عارفه لما حد بيتضغط 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 هينفجر، فهي دي المشكله. بس بالنسبه للعلاج الطبيعي دكتور، ازاي ممكن العلاج الطبيعي يعالج الخشونه؟ العلاج الطبيعي طبعا هو مهم جدا جدا. يعني انا شفت بصراحه عيانين بياخدوا حقن وبياخدوا حاجات غاليه جدا، ويعني كل دي ملهاش اي افكت، لان انا ما عالجتش السبب الرئيسي. انا في العلاج الطبيعي احسن حاجه فعلا ان انا بعالج السبب من اوله، بعمل كشف تقييما للعيان كله، لان انا ممكن الاقي العيان مثلا اولا قلت لحضرتك اللي هو الكعب، بشوف مثلا لو عيان بيلبس كعب اقول لها لا ما تلبسيش كعب، الوزن، بعمل تقييم لكل حاجه، بشوف بعرف السبب جاي منين، بقيم العضلات، بعمل ماسل تيست، بعمل اختبار للعضلات، بشوف العضلات المحيطه بالمفصل دي قوتها قد ايه، بشوف الفلكسبيليتي بتاعتها قد ايه، بشوف الاسترتشنج او اللي هي العضله قصيره ولا طويله، دي مهمه جدا. بعمل تقييم لكل حاجه، بشوف برده العيان بياكل ايه ما بياكلش ايه، لان ممكن يكون بياكل عادات خاطئه، زيوت كتيره والحاجات اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي في التغذيه بتخليه يزيد عنده الالتهاب ده بصوره مستمره واصلا بتؤدي للالتهاب. فانا دايما بعمل تقييم شامل للعيان، ده نمبر 1. تاني حاجه طبعا في مرحله اللي هي الاكيوت هناخدها مرحله مرحله، اللي هي اول وقت العيان جاي لي وجع شديد جدا في ركبته مثلا في رقبته، وجع حاد، لا حاد، المزمن هنجيله كمان شويه. اول حاجه الحاد، دلوقتي جاي لي وجع حاد اكيوت بين في الركبه، اول حاجه العيان بديله حاجات بتقلل الالم، وسائل علاج طبيعي تقليل الالم، مش بديله مسكنات. وهيبتعد تماما عن المسكنات؟ لا يعني هنشوف بالظبط هو بياخد حسب الحاله. حسب الحاله، لو هو لسه في البدايه لا ممكن يبتعد عن المسكنات خالص، بيكتسب العلاج الطبيعي، لان العلاج الطبيعي امن جدا ومش بيخليه يخش في مشاكل في المعده وفي الكلى وفي الكبد. طبعا حضرتك عارفه ان الادويه دي كلها في الاخر بتروح تعمل حمل، بتاثر طبعا على الصحه، ممكن الناس بيجي لها قرحه من كتر المسكنات اللي بتاخدها. فطبعا العلاج الطبيعي بقى انا بعالج المفصل، يعني لوكال تريتمنت، داخله المفصل التعبان بديله علاج طبيعي كمان، غير ان هو بيقلل الالم بيقلل الالتهاب. يعني في حاجات انتي انفلاماتوري يعني بيقلل الالتهابات. بس يا دكتور العلاج الطبيعي ممكن يبقى مناسب لجميع المراحل السنيه، وخاصه انا بالتحديد اللي هم سنهم كبير، يعني اللي هم ما بيقدروش ان هم يمشوا كويس بسبب فعلا ان عندهم يعني مشكله كبيره في مفاصلهم او عندهم خشونه. فهل العلاج الطبيعي طبعا اول حاجه الناس الكبيره دي برده بنخليها تخس نمبر 1. تاني حاجه حتى لو هو مش قادر يمشي في المرحله الاولانيه، انا بقوي له العضلات بطريقه لوكال، بحط له جهاز معين بيقوي العضلات، تنبيه العضلات بنقويها. العضلات دي بتتكون يعني من عن طريق الجهاز ده ممكن هو عضلاته تقوى بدون ما يعمل تمرينات؟ لا هما الاثنين مهمين، هنعمل تمرينات بسيطه جدا. يعني في تمارين مهمه يعني جدا بتعمل بسيطه قوي، مش هيقوم حتى من مكانه، يعني هو نايم في السرير ممكن يعملها. يعني في حاجات مش بعمل تمارين، انا مش بعمل رياضه جيم، لا خالص. وعلى فكره في ناس تقول رحت الجيم ده خطر جدا، لان هما للاسف في الجيم عندنا برضو ممكن يحصل اصابات، بيزودوا الاصابات ويزودوا الالتهابات، ما عندهمش خالص الوعي ان ده مريض، مش حد طبيعي. حد طبيعي اوكي يلعب زي ما هو عايز، بس الحد المصاب ده لا، يعني ريد فلاج، ما ينفعش ان انا اخليه ان هو يلعب جيم عادي، لان هو غيره. يعني مثلا دلوقتي عيان خشونه ركبه ممنوع منعا باتا اللي هو يركب اللي هي البايسكل اللي هي العجله، سواء العجله الثابته او اي عجله عنده في البيت، ممنوع منعا باتا. العجله دي بتزود الخشونه، يعني اللي هي البايسكل دي العمليه الاحتكاك المستمر بزود الحك على المفصل، وبخلي العيان بيزود الخشونه. برده السلالم، يعني في حاجه اللي هي ستيبر او حاجات السلم دي ممنوعه برده جدا لمرضى خشونه المفاصل. ما ينفعش مثلا حد عنده خشونه ومفاصله تعبانه، هي الفكره ان انا كل ما بزود الاحتكاك بين المفصل بزود الالم وبزود الالتهاب. المشي رائع، ليه المشي رائع؟ لان المشي انا مش بعمل احتكاك في المفصل، مش بعمل فريكشن، مش بعمل اللي هي حركه التحميل الجامده او بضغط على المفصل كتير. فالمشي هايل جدا لحالات خشونه المفاصل. عندنا برضو الحاجات اللي احنا قلنا عليها السبيسيفيك اكسرسايز تو سبيسيفيك ماسلز، يعني كل عضله ليها حسب ما نقيمها بنعمل لها تمرين خاص بيها بيقويها. برضو عندنا وسائل هامه جدا تقليل الالم وتقليل الالتهاب زي الليزر. الليزر هايل،
ولقوا فعلا ان الليزر من احسن الحاجات اللي بتعالج خشونه المفاصل، خاصه خشونه الركبه والفقرات، لان هو الليزر ده شعاع بيعمل حاجتين مع بعض. اول حاجه بيقلل الالم جدا، سبحان الله في ناس تحس ان هو زي السحر بيقلل الالم بطريقه، بس بيقلل الالم كبيرة. يا دكتور وقت الجلسه يعني وقت الجلسه مستمر يعني حتى لو خلصت الجلسه بعديها بفتره الالم مش هيرجع مره ثانيه؟ يعني ناخد مثلا من 6 ل 12 جلسه وبعدين هلاقي الالم فعلا بقى اتحسن جدا والالتهاب كمان اتحسن. يعني الليزر بيخش جوه الخلايا اللي بيحصل فيها الالتهاب دي بيحسنها جدا جدا، وبيحسن طاقه المفصل، بيزود اللي هي عمليه الدي ان اي سنسز بتاعه الخلايا اللي هو تكوين الدي ان اي، وبيحسن بيزود كمان مواد بتقلل الالم زي السيروتونين. في اي مراحل او في اي درجه من درجات الخشونه الليزر هيبقى ليه دور كبير؟ مهم جدا جدا في حاله تقليل الالم وتقليل الالتهاب. انا كمان بعالج الالتهاب، مش بعالجه بقى عن طريق المستقنيات العاديه، لا بعالجه لوكال، انا داخله جوه عند المكان اللي فيه المشكله بدي العلاج بتاعه. برضو الموجات الفوق الصوتيه هايله جدا في حالات المفاصل. وفي اجهزه برضو بتقلل الالم زي اللي هو جهاز تنبيه اللي هو الكهربائي اسمه التانس، الجهاز اللي هو بينبه الاعصاب. وظيفته ايه او فايدته ايه؟ الجهاز ده بحطه على المكان، اي مكان فيه عندي التهاب او فيه الم، بيقلل اللي هي اشارات الالم اللي طالعه من المخ. دلوقتي احنا عندنا مسار الالم دلوقتي مثلا انا ايدي وجعاني، ايه اللي بيخليني احس ان ايدي وجعاني؟ مسار الالم طالع لغايه فوق في المخ بيحس بيه وبيقول لي ان هنا في الم. دلوقتي الليزر الجهاز اللي هو تقليل الالم بيشوش على مسار الالم، بيخلي ان الالم ده المخ ما يحسش بيه. وده برضو مهم قوي ان انا اخلي الالم عند العيان. بس معنى كده ان هو يعني في منبهات فعلا في المخ هي اللي بتخلينا الاحساس بالالم. أيوة طبعا. بس هل ان احنا نلغي الاحساس ده مش ممكن معناه ان ممكن الالم يبقى موجود بس مش حاسين بيه؟ لا، احنا بنعمل حاجتين، احنا مش بنقلل الالم بس، ما هي المسكنات بتعمل تقليل الالم بس، احنا بنعمل تقليل الالم وتقليل الالتهاب وبنقوي العضلات اللي هي بتحيط بالمفصل وبتديله الدعم. لازم كل ده مع بعض. كل ده مع بعض. ما انا برضه مش هتبع عيني يتألم، انا هديله حاجات هتقلل له الالم، حاجات طبيعيه، بس هما ثلاث حاجات دول مع بعض، تقليل الالم، تقليل الالتهاب، تحسين الحاجات اللي هي محيطه بالمفصل، العضلات وصحتها، وبرضه التغذيه مهمه جدا جدا اللي هي الحاجات اللي هتقلل الالتهاب. بالنسبه للتغذيه دكتور، ايه علاقه التغذيه بخشونه المفاصل، وايه هي الاغذيه اللي هي ممكن تعالج خشونه المفاصل او ممكن تزودها؟ عندنا طبعا في ناس بتاكل الاكل بطريقه خاطئه جدا، يعني زي الجانك فود، الاكل الوجبات السريعه والاكل اللي هو الدهون الكتير والمقليات الكتير والحاجات دي كلها. لقوا ان الحاجات دي كلها الناس بتاكل لحوم حمراء برده كتير، والاكل السريع والاكل المليان دهون وكربوهيدرات كتير، ده كله بيزود عندهم عمليه الالتهاب. دول عملوا فعلا دراسات عليهم ولقوا ان الناس اللي بتاكل الاكل اللي هو مش صحي خالص ده بيجي لهم نسبه التهاب جامده جدا وبتزيد عندهم، وحتى لو عنده اوريدي كمان المرض ده بيزيد مش بيقل. فمهم جدا احنا نقي الناس او نوعيهم بان الوجبات دي ما ينفعش ان هم ياكلوا من الحاجات يمتنعوا عنها تماما. وبرضه ان في حاجات تانية على الجانب الاخر بتحسن جدا المرضى اللي عندهم الالتهاب. يعني مثلا حد زي اللي عنده الروماتويد ده مريض عنده التهابات في كل جسمه وعمليه شغاله سيستميك، طيب هعمل له ايه؟ برضه لازم اساعده. فعملوا دراسات ولقوا ان مثلا بعض الاطعمه المعينه او بعض الحاجات اللي ممكن يشربوها بتحسن جدا من حاله الالتهاب الموجوده زي عنده. ايه بس ايه هي الاطعمه يا دكتور، او ايه هي الحاجات الشرب، او هل في زيوت معينه، يعني ايه هي اللي ممكن نلجا ليها؟ اول حاجه عندنا ان طبعا اول حاجه الناس عندنا في مصر مثلا دايما اطفالهم الصغيرين هم صغيرين ثقافه سيئه جدا بيدوهم الحلوى والشوكليتس والحاجات دي كلها، فليه ما اديش الطفل مثلا اكافئه بتفاح فاكهه يعني، او اكافئه بحاجه بيحبها، عصير كيوي اي حاجه، ليه اديه شوكولاته وليه اديه شيبسي وادي له حاجات مصنعه؟ فمهم جدا ان انا الطفل من هو صغير اخليه عنده ثقافه ان هو بيتكافئ بحاجه مفيده وصحيه، يعني بدل ما كافئه بالحاجات اللي هي مضره ليه كلها. عفوا معلش. فاللي هو اكافئه بحاجه صحيه، اعلم الطفل من البدايه اهميه الاكل الخضار والفاكهه، اعوده على الحاجات دي بالزبط. على السلطات بدل ما اعوده على الزيوت والشيبسي والمقليات والحاجات دي كلها، فدي طبعا حاجه مهمه قوي. وبرده العيانين اللي عندهم اوريدي خلاص كبروا لازم طبق سلطه كل يوم، ده مهم قوي قوي. طبق سلطه كبير، ما ناكلش طبق رز كبير، لا ناكل السلطه هي اللي كتير، نكتر الحاجات اللي هي الصحيه. هل في حاجات في السلطه انواع معينه المفروض زي الطماطم مثلا هل ليها علاقه بالخشونه؟ يعني هل في حاجات في السلطه يفضل ان احنا نزودها ونشيل؟ بنفضل ان احنا بنزود الحاجات الخضراء كلها، يعني كل الحاجات الخضراء الورقيه الخضراء زي مثلا الكابوتشي والخس والحاجات اللي هي كلها لونها اخضر دي، حتى السبانخ هايل. والسبانخ هايله، كل الحاجات دي كلها مهمه جدا انها انتي اوكسيدنتس، انتي مضاد الاكسده. كل الحاجات اللي احنا هنقولها تقريبا برده تبقى تفضل تحت اسم الانتي اوكسيدنت، مضاد الاكسده، اللي هي بتحسن جدا طاقه الجسم. فايدتها ايه ان هي تكون مضاد الاكسده؟ الاكسده دي هي عمليه بتحصل في الجسم نتيجه الايدل او الميتابوليزم المستمر في الجسم. دلوقتي انا عايزه اخلي الاكسده
دي يعني بيطلع من عندها ويست برودكتس او مواد زي مخلفات الخلايا او حاجه زي كده. فدلوقتي لو بتكتر عن حدها بتسبب التهابات وممكن كمان بتسبب كانسر. يعني الناس اللي هي ما بتاخدش تمام بانتي اوكسيدنتس او هي مضادات الاكسده دي ممكن بتخش مثلا في كانسر للبعض الشر على الناس كلها طبعا، وبتخش في التهابات وحاجات كده كتير. فالمهم قوي ان احنا عندنا ناخد الانتي اوكسيدنتس دي بانتظام. موجوده طبعا في حاجات كتير قوي، منها الفاكهه، احلى حاجه الفاكهه والخضروات، كل انواع الفاكهه بالوانها المختلفه فيها نسبه عاليه من الانتي اوكسيدنتس. عندنا زي مثلا اللي هي الافوكادو، دي فاكهه لسه جديده محدش يسمع عنها كتير، فمفيده جدا جدا، فيها انتي اوكسيدنتس نسبه عاليه. والكيوي عندنا والاناناس وكل الحاجات اللي هي الفواكه اللي هي الفريش عندنا الطازجه دي، وخاصه في حاجات فيها نسب بتبقى نسب اعلى شويه. وهنتكلم مثلا الليمون، البرتقال، الحاجات اللي فيها فيتامينز. مهم كمان جدا الفيتامين سي لصحه الكولاجين بتاعه الخلايا. الكولاجين ده اللي هو موجود في بشرتنا وفي كل في كل جسمنا. لما هنحسن الكولاجين بفيتامين سي برده هو انتي اوكسيدنتس، هنحسن برده ان الالتهاب ده هيقل جدا عند الناس المصابين بيه. فمهم جدا كل يوم، حتى لو الليمون ده ابسط حاجه، يعني لو جبنا ليمون وعصرناه على ميه هيعمل على فكره حاجات كتير جدا مفيده. اول حاجه هيقلل الشهيه، تاني حاجه هيديني فيتامين سي اللي هو المهم لوظائف جسمي، وانتي اوكسيدنتس هايل، وحاجه بسيطه جدا ابسط شيء. مش هقول بقى يعني لو عايز حتى مثلا يقول انا في الشغل كتير او حاجه، هات ليمون، هات اي حاجه بسيطه. مثلا لما نروح نشرب في محل مثلا او في كافيه او اي مكان مثلا حاجات فيها هاي كالوريز زي مثلا شوكليتس والحاجات دي، لا نشرب حاجات فيها حاجه فريش، ونقلل السكريات، لان برضو لقوا ان السكريات الكتير والكربوهيدرات اللي هي غير مكرره، يعني زي اللي هي الحاجات البيضاء، الخبز الابيض والحاجات اللي هي كلها اللي هي الكربوهيدرات اللي هي الحاجات اللي هي الاوليه او البيضه دي، بتحس يعني الحاجات دي كلها مضره اللي عندهم التهاب. بس العكس بقى هو المفيد، يعني اللي عنده مثلا اللي بدل ما ناخد العيش الابيض ناخد العيش اللي هو البني. بدل ما ناخد الرز الابيض ناخد الرز البني او الرز اللي هو البسمتي ده او الحاجات اللي هي الاخرى. بدل ما هناخد المكرونه، في مكرونه برده المكرونه البيضه والمكرونه اللي هي البني شويه، فنحسن الاختيارات. بس هنعمل حاجه زي شيفتنج، بدل ما هناخد ده هناخد ده، والاثنين ممكن طعمهم كويس والاثنين طعمهم مقارب. بس دلوقتي انا بشوف ايه الاحسن لي لصحتي واحسن لي عشان يقلل عندي الالتهاب وبيحسن كمان الوزن الجسمي. يعني ده برده احنا بندخلها في انقاص الوزن، يعني بدل ما هو العيان اوريدي احنا قلنا نقلل وزنه في كل الاحوال حتى لو هو وزنه معقول، نقول ارخص شويه عشان برده المفصل يتحسن معاه. برده من الحاجات المهمه جدا جدا عندنا زيت السمك، يعني اللي هو الفيش اويل ده مهم جدا، والاوميجا 3. الاوميجا 3 ده عنصر مهم جدا ضد الالتهاب وبيحافظ على صحه القلب وصحه الجسم عامه، ومن احسن المصادر ليه عندنا السمك والتونه والرنجه والحاجات دي. بس الرنجه يعني نقلل منها شويه لان هي برده كترها غلط. فهناخد من وفي ناس حتى مش بتحب تاخد الحاجات دي كتير في الاكل، بتاكلها على هيئه او بتاخدها كبسولات مثلا. بالنسبه بالظبط الفيتامينز اللي هي لو الناس مش يعني مش مهتمه قوي بصحتها، لكن ان هي ممكن تعوض ده ان هي تاخد فيتامينز معينه هتعوض النقص اللي عندها، ولا يفضل ان هي لا يعني ممكن نلتزم بالاثنين بالفيتامينز ونهتم طبعا بنوعيه الاغذيه اللي احنا بناكلها. هو لو الانسان عامه طبعا بياخد حاجه من الغذاء طبعا ده احسن حاجه. بس في ناس طبعا نتيجه العصر السريع اللي احنا فيه مش بيهتموا قوي بالاكل او مش بيقعدوا حتى بالكثير نوعيه الاكل هو ياكله. طبعا فطبعا في الحاله دي هياخدوا اكتر سبلمنتس او اللي هي المواد اللي هي اللي ممكن ناخدها حتى في هيئه كبسولات، بس الافضل طبعا ناخدها عن طريق الاكل. برضه من الحاجات المهمه جدا لتقليل الالتهاب حتى الاوميجا 3 يا دكتور، دي ممكن الاطفال ان هم ياخدوها في سن معين. هي طبعا هي موجوده احسن مصدرها، احسن مصدرها الطبيعيه احسن. السمك يعني طبعا اكيد بنخلي السمك، وحتى بقى ما ناخد كل يوم مثلا لحوم حمراء او فراخ نتجه للسمك شويه، نتجه للحاجات بس اللي في هي ناس ممكن تقول لك الاطفال ما بيحبوش السمك يعني بيمتنعوا ان هم ياكلوا سمك، هل ده نقدر نعوضه بالمثلا ان هم ياخدوا فيتامينز اوميجا 3؟ ممكن. بس انا مش حابه ان الاطفال من هم صغيرين يعوضوا مع الفيتامينز دي، يعني انا حابه طبعا ان الطفل يبقى عنده ثقافه. انا من وانا صغيره امسك الطفل ده اوعيه اخليه يبقى فاهم ان ده مفيد ليه، لا السمك جميل، وحتى حبيبه في السمك. يعني شوف مثلا اعمله بطريقه تانية، اعمله له مثلا يعني في اطفال ما بتحبش السمك بسبب بسيط جدا الشوك مثلا يعني، فخليه مثلا لا اقول له في سمك مثلا مفيهوش شوك او بقطع سمك بطريقه معينه. يعني بحاول ان انا اعمل كل الجهود الممكنه ان انا اخلي الطفل ياخد الحاجه احسن من مصدرها الطبيعي. لو عشان ممكن هندي سبلمنتس، بس ده انا مش حباه خالص في سن صغير. طب ايه هي الاغذيه سريعا كده دكتور اللي ممكن تزود الخشونه؟ زي ما احنا قلنا اللي هي اللحوم الحمراء اللي هي بطريقه كبيره، حتى اللحوم الحمراء لوحدها ممكن تعمل لي نقرس، يعني ممكن تزود اليوريك اسيد في الجسم اللي هو حمض اليوريك اللي في الجسم، وبتدخلني في النقرس ومشاكل تانية كمان اضافيه. فلا طبعا اللحوم الحمراء كترها مش كويس خالص، وكمان مش كويس عشان صحه الجسم عامه، مش كمان الخشونه، مش كويس صحه القلب، ومش كويس للكوليسترول، ومش كويس لحاجات كتير قوي. تاني ممكن نقلل منها، يعني مش ان هو نبتعد عنها تماما، لا مش هبتعد عنها. اعتدال بدل ما في ناس تاكل كل يوم لحوم حمراء، لا نخلي مثلا يوم او يومين لحوم حمراء، بعدين مثلا في لحوم اللي هي السمك او
كده وفي نخلي برضو مثلا الاسماك مرتين لثلاثه في الاسبوع نبدا نزود فيها شويه. خلاص دكتور هبه بشكرك لوجودك معانا وشرفتينا. ميرسي جدا. مشاهدينا اتمنى تكون الفقره استفدتوا منها. استنونا فقراتنا لسه ما خلصتش، لكن بعد الفاصل خليكم معانا.